فيلم الليلة احترت انه يكون فيلم سهرة او فيلم ذهبي، فيلم بقصة مؤثرة وواقعية وملغم بالنجوم، واللي قصته تدور عن 4 شبان صغار يتم حبسهم في مركز سجن الاحداث او الاصلاحية، وهناك يتعرضوا للإيذاء الجسدي من قبل حراس السجن، وهذا الامر اللي يؤدي للإضرار بنفسيتهم، ويكبروا هذول الشباب بعد 13 سنة ورح نشوف ايش راح يصير معاهم. فيلم جميل ومؤثر ياخذنا في رحلة مع هذول الشباب من فرح وسعادة وطفولة وألم وعذاب نفسي. الفيلم اللي يناقش قضية كانت موجودة ولم يتم الاعتراف بها بتاتا، لكن رح نشوفها بمنظور الكاتب اللي يتكلم عن طفولته. الفيلم اللي يجمع أساطير التمثيل في التسعينات وأهمهم الممثل روبرت دينيرو وبراد بيت، وهذا أول فيلم يجمعهم. وأخيرا فيلم الدراما والإثارة والجريمة والانتقام سليبرز اللي صدر في عام 1996. الفيلم للكبار فقط وموجود في جميع المواقع. تقييمي شخصي لهذا الفيلم هو 8.5 من 10. كان معكم عبدالعزيز خوجة، سلام.